الشيء اللي ما يعجبني انا في القنوات العربيه او اكثر القنوات اللي هم القنوات الربحيه يجيب المقارنه هذا الجهاز ما بكويس وهذا الجهاز كويس. في النهايه انا ما ادري ايش اللي تختارون انتم كيفكم اختاروا ويطلع السلبيات اللي عنده. بالنسبه لي انا اذا قال مثلا الايفون فيه كذا 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 ما بكويس, في الجالكسي او في اي جوال ثاني فيه كذا كذا ما بكويس, بالنسبه لي اللي قال في الايفون ما اعتبره انا سلبيه. فطره الانسان انه بيحب شيء بيميل حق شيء عن شيء رؤية نظر يعني. انا كانسان استخدمت نظام الاندرويد من جالكسي نكسس, استخدمت اندرويد من بدايته. انا الى الان ما احب الاندرويد لكن اغدر الشركات اللي تصنع الاندرويد خام. تو قبل سنتين قام يخش الايفون رسمي الان يعني ينباع في امريكا ينباع في السعوديه. اول سمارت فون كان فورس, طبعا هذا الجهاز اللي لو بتدافع هذه الميزات كلها اللي استخدمتها الحين في افضل اندرويد انت استخدمته. انا استخدمته اي اوكي. الان طبعا بتكلم عن ابل وهو بيتكلم عن اندرويد. انت عندك شركه معينه تحترمها في الاندرويد او انك يعني الحين سامسونج؟ لا لا لا, لا اعطيتك $1,000 قلت لك اشتر لك جهاز صعبة جدا. مثلا انا بتقول لي $1,000 بقول لك ايفون 2S. خلينا نتكلم عن السوفت وير, شو اللي حبك في الاندرويد في السوفت وير؟ السوفت وير نتكلم عن الفانيليا هي الخام الاساسي. كيف الاساس انه مفتوح الماستر؟ عرف لي كلمة مفتوح الماستر. انه تقدر تغير اي شيء فيه, الكود مفتوح يعني تقدر افتح البوت لودر واشيل اللي هو النظام كله وارجع احط لي الباي 9 نظيف, اقدر ادخل على اكس دي اي ديفلوبرز واحمل نظام. بس هو المشكله انك اذا مثلا حطيته خام ما بتقدر تشغل مثلا البرايمري السنسر بكل ما يتغير لانه في لازم مشاكل لانه ما بمعدل على الجهاز. أوكي. تقدر تدخل على اكس دي ديفلوبرز واذا دخلت هناك تقدر تدور هو خام نظيف بس معدلين على مثلا ال8 ولا شيء عشان تستخدم الفيتشرز المعينه. طيب هذا انت تعتبر هذا الشيء ميزه؟ ايه انزين. انا بالنسبه لي اعتبرها سلبيه في الاندرويد. ليش؟ اول حاجه بالنسبه لي لو بغيم يعني فوق ال 70% الشعب ما راح يغير يعني اي شخص في الموجود في العالم يقول لك انا ابي الجهاز ابي اطلع من العلبه احط الاكونت حقي وكل شيء جهاز شغال ما ابي اغير افتح واركب الكمبيوتر وانزل اشياء واعدل الاشياء دي كلها. ثاني شيء الاشياء كلها هذه اللي بسويها بيعلق الجهاز, الجهاز ما راح يشتغل نفس الكفاءه اللي بشغلها لان انا بالنسبه لي السوفت وير لازم يكون يتاقلم مع الهاردوير. هذه يعتبر بالنسبه سلبيه. انا قام العب في واحد منهم يعني انا مثلا انت استخدم جيبريك اول ادري ان الجهاز يحمى ادري ان الجهاز يعلق ادري الجهاز. ليش انا اللي سويت هذا الشيء؟ هو اذا دخلت انت وتقدر تاخذ اللي قلت لك نسخ اوبتمايز يعني لجهازك معدله اوبتمايز لجهازك اوبتمايز معدل لجهازك معدله خاصه لجهازك عشان تستخدم الشغلات مثلا الزايده لجهازك. مثلا لو كان عندك مثلا اللي هو الميت 20 برو في اللي هو الاي ار بلاستر للريموت حطيت واحد خام حطيت نظام خام ما تلقى. بس اذا دخلت وحملت خام بس معدل هي جهازك تقدر تلقى اللي هو يمكن يحطوا لك التطبيق ولا يعدلونك عشان تستخدم بعد ثلاث حساسات. فانا اتكلم تتكلم عن اشياء انت بالنسبه لي مش لحق الشخص. مش حق ما 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 يعني ما اقول ان كل الناس كلها بس انا اقول ان ذي الطريقه ان تقدر تقول ان ذا كان جهازك اسوي كل شيء ابي فيه اشيل النظام اسوي احط لينكس فيه لو ابي. اوكي انت بالنسبه لك ذا الشيء ميزه في الجهاز اي حلالي اسوي اللي ابي. انا بالنسبه لي لا, اذا جيت شريت الجهاز قال لك الجهاز يشتغل معاك بهالسرعه خلاص هذه السرعه هذه هي السرعه بعد 6 شهور الا اذا البطاريه صارت اقل من 60. لا انا اتكلمك بعد 6 شهور. أمزح. لا هذا الشيء بالعكس هذا شيء ايجابي بالنسبه لي للباتري لايف. اي بالنسبه لي شيء ايجابي بس اتكلم عن بعدين. بس اقول لك اياها ان الجهاز انا شريته انا بالنسبه لي الحين ال 6 بلس 2015 اتحداك بالنوت 8 2017. يعني مثلا الجهاز صنعته ابل كله, المعالج حتى لو ان شركه ابل مش حقها المعالج ما حق تي اس ال والاشياء دي كلها كلهم ديزاين كل شيء ديزاين بس ابل ماخذ المعالج وحطتها بالجهاز. انا عارف ناس يستخدمون الى الان جهاز 2015 من ابل. ايه انا عندي واحد مشوب عنده 6 العادي ليومك الحين يستخدم صدق انه هو الحين بيغير 6 اللي هو انت بلاس هذا صح؟ ايه لا هو الحجم بس اقول لك انا اشوف ناس يستخدمون الى الان ابل 2015 2014 يشتغل عندهم. ترى هنا في بعض الجامعة تمشي في اشخاص عندهم الفور اس يستخدمونه الفور اس شغال عندهم ما في أي. عندي واحد مشوب عنده فور بس لو تجيب لي شخص عنده اندرويد على 2013 2014 اي ما انكر ايه ما انكر. ليش؟ لان الحين مثلا اقول لك اياها انا اقول لك شو الفرق بين انا اتكلم الحين شو الفرق بين الكوريلا والمرسيدس كل قطعه لا اكلمك السم والارضي
لا السمو الار اي طبعا اي ليش ما تقدر تقول اي مرسيدس بس جميع ما... اول حاجه الكوريلا مثلا العمر افتراضي لها 5 سنوات. هل عمر افتراضي الكوريلا نفس عمر افتراضي المايباخ ولا المرسيدس؟ ما يسوون الاعلانات لعمر افتراضي ولا شيء بس كاستخدام الشخص. هل يعني مثلا الحين احد اعلن ان الايفون فرس الى الان يقدر يستخدم الانسان ولا في اي شيء واقدر استخدمه؟ انا بالنسبه لي اقدر استخدمه. انا بالنسبه لي يعني دعم البرامج على الايفون فرس افضل من دعم البرامج على الاندرويد الى الان. لا احنا دعم البرامج عندنا صعب واقل لان الفرايتي القطع الكثيره قطع كم سي بي يو وشاشه وسنسرات وغيره كثيره فصعب يسوون اوبتمايز لكل صعب يسوون جهاز يسوون تاقلم او البرنامج يتاقلم على نفس الجهاز. اوكي تعريف كل سمارت فون شنو؟ جهاز ذكي تقدر تسوي شغله تقدر تسوي اكثر فيه يعني. اوكي السمارت فون لازم تقدر تسوي فيه هي اكثر يعني. اوكي انا بالنسبه اسرع وتقدر اللي هو تقدر تستخدمه اكثر كاللي هي ايميلز وغيره ايه يعني ما تقضي فيه مهماتك. بالنسبه لي انا ما في سمارت فون بدون برامج بدون اب ستور بدون عندنا برامج. ها عندنا برامج انا عارف بس انا اقول لك بس بالنسبه لي انا ما في سمارت فون بدون برامج. عندكم برامج بس انا ابي البرنامج اللي نزلته عندي يشتغل. يشتغل عندنا ما بكل البرامج يشتغل ولا بكل البرامج كالكفاءه ذيك الموجوده. اي لأن اصلا يعني اذا تدخل حتى الاي ستور سناب شات عندنا بيتا كل الاجهزه فيها مكتوب بيتا بيتا 1 بيتا 2 ولا ايش. اوكي ما عدا هو الجهاز الوحيد اللي ما في اللي ما بيتا اللي هو البيكسل 2 والبيكسل 3 كل بيكسل 2 والبيكسل 2 اكس ال هذه كلهم الوحيد اذا دقيت صوره يسوون معالجه للصور. اما جميع سكرين شوت سكرين ريكورد جميع اللي هو اجهزتنا كل الحين كلها بس الله ما فيو فايندر كانك يصور الشاشه بس يصور الشاشه ما يعدل على الصوره ما يستخدم كاميرا. وانا بالنسبه لي هذا اول شيء يعني جيت بس ابي برنامج وانا اقول سمارت فون حق برامج فاروح حق الجهاز اللي يدعم برامج. انا بالنسبه لي انا اقول لك اياها انا يوم شريت هذا في 2016 تقريبا اول ما نزل هذا مال جوجل نكسس ما جوجل 16 17 لا 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 15 16 كانت لا لهم 16 كان سلامك الله البكسل الاول اي خلاص 15 ما نزلوا شيء هذا 14 ومخترعوا سنه نزلوا 14 شريت لا 14 ما بلت زوج انا شريته 15 في وقتها 15 لا والله تقريبا 15 عندي صور لا بس انا اول ما شريته يعني هذا الجهاز اللي بقول لك ان الجهاز من جوجل والسوفت وير الاندرويد مال جوجل فبقول لك اياها ان هذا الجهاز الوحيد اللي مفصل كان مفصل على القطع تقدر تقول والسوفت وير حقه والبرامج راح يشتغل بكفاءه عاليه المفروض. اول ما شريته اول ما استخدمته في برامج واجد تطلع لي كراش يطلع منها الى الان يعني الحين هذا جهاز جوجل اندرويد شغال اوكي ممتاز بس اكثر برامج افتحها يطلع يعني يجي لي الكلام ان البرنامج انت عارف لازم تجيك يعني ارسل فيدباك وما ادري ايش يطلع منها. ابل ما يعني انا استخدم بيتا بعد هنا اوكي بيتا لا انا هذا اقول لك هذا قاعد استخدمه عندي بجوازي يعني في كل اسبوع اسبوعين تطبيق مره يصير كراش. ابل كل سنه سنتين لا يعني مو بواجد مو بمزعج لهالدرجه بعض البرامج ما تشتغل. انا ذاك اليوم نزلت لي نايكي هنا برنامج نايكي لكن عندي سوارة ما يشتغل لا دي ترى يعني لأنه الجهاز ما قديم له يعني لهالدرجة جوجل لازم تسوي شيء في يعني ما أدري هي أنا ما أدري تذم الشركة اللي هي مصنع النظام تذم الشركة اللي صاحبة على الجهاز والنظام حقها نظام حقها وصاحبة على الجهاز فلو بتقول لك إن الجهاز يشتغل بذيك الكفاءة أندرويد كذيك الكفاءة كسوفتوير من ذا المفروض جوجل المفروض جوجل المفروض جوجل بس 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 فضايحهم الحين يعتبر احسن جهاز نزلوه في اخر هالسنين الاخيره يمكن البكسل الاول وبعد حتى البكسل الاول في مشاكل. طيب هذا نتكلمنا عن السوفت وير فالسوفت وير خدمات كثيره عندكم بالنسبه لي ما حد يحتاجها يعني مثلا كم ميزه عندك تفتح لك الجهاز؟ الايرس الفيس البصمه واذا تحسب البن ويا السوايب ويا الباس الأشياء ذي كلها لحق شيء واحد لحق الوصول للجهاز صح؟ yep. طيب هل ذي الأشياء كلها في إنسان عاقل يستخدمها كلها في نفس الوقت؟ ما تقدر تستخدمها كلها في نفس الوقت
ليش لا لا ما يعني اللي تقدر تستخدمه في نفس الوقت اللي هي البن فيس ويا البصمه يخيرونك ما بين الايرس او البصمه. طيب كانسان طبيعي اوكي كانسان طبيعي هل اللي جيت انا قلت لك الحين في سبع اشياء في الجهاز لحق الوصول لحق الجهاز فتح الجهاز تقول انت ميزه ذي راح اشتري جهاز انه الجهاز الثاني مثل ابل ما في الا الحين فتح الجهاز بالوجه او بالرقم السري هذا يعتبر مو ميزه انه شيئين بس لحق الوصول وانت سبع اشياء يعتبر ميزه عندك. لا لا هي على حسب استخدامك لان في ناس يحتاجونه الفيس الفيس انلوك مثل عندنا في الثلج هنا برد برد ما تفتح عندك صبعك. البن عند البن عاد اللي يلمس الشاشة لبس كلافز ولا شيء وليش يفتح الجهاز اجل بالواجهه عشان ما يلمس الشاشة لا صعب لانه صعب الكلافز انك تحط لان البنز اللي هي الارقام جراب صعب تضغط على الرقم بس تسوي ريجستر ما فتحت الجهاز بالبصمة يعني ما تقدر تفتحه ولا تقدر تكتب ما بتقدر تستخدم جهاز داخل لا لا بضغط هنا واسوي سوايب بس على رقم بتتخربط بتطلع رقم ثاني وكذا شيء لا لهم كبار ما يعني انا اقدر انه ما يحتاج اني افتحه بالبرد سيري ويكلم اصلا تبي تكلم جوجل اسيستنت بعد وتتكلم يعني ما يحتاج فانا اشوف انه بالنسبه لي ان تجيك شركه تقول لك عندنا سبع اشياء نفتح الجهاز هو كلها حق ميزه واحده فتح الجهاز هذا اول شيء بالنسبه لي تقص على العميل انه تعال ما تقص جو... على هي ما تقص على العميل قم... لا تستخف بالعميل عليه. تستخف بالعميل يعني انا عندي تعال سبع اشياء افتح شي... الجهاز لا شوف اللي تبيه واللي رايحك ايوه هذا حلو شوف اللي تبيه واللي رايحك اختار شيئين وترك الاربع اشياء ليش ما هي الشركه ما تدري ايش المستقبل ليش ما تستخدم هي في يعني تقول يعني جاي حق سامسونج تبي تقول لي تعرف ما تعرف المستقبل ما تدري عن الله وين الله قط احط معي من سامسونج ون بلس ون بلس عندك كل الشركات الاندرويد كل شركات الاندرويد ما عندهم شيء واحد او شيئين لازم يحطون لك 10 اشياء لحق شيء واحد هذا الشيء اول شيء يتقل على الجهاز راح يصير بطيء قدام يقلل عليك طبعا الابديتات ما عندكم شيء انتو يغلل عليك الابديتات ويدبلها زياده يعني انه يخليك نزل ابديت جديد الحين عطها 6 شهور بدون مميزات في الجهاز لازم ما حد يستخدمها لازم نجي نعدلها ونحطها لك لازم تاكدون انها تشتغل عادل مع وما حد يستخدمها سبع اشياء لحق شيء واحد هذا بالنسبه لي يعني ليش حاط لي في الجهاز كل هالاشياء دي كلها لحق وصول حق شيء واحد فخلصنا معكم الجزء الاول ما نبي نطول الفيديو فنوقف الحين ونكمل معكم في الجزء الثاني ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمنا والسلام عليكم.